تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد، برنامج خاص. واليوم في هذه الحلقة نتطرق حول دور المغتربين في بناء البلاد. معي في هذه الحلقة السيدة سعاد مختار، المدربة الاجتماعية في مجال التحفيز وبناء الذات. نتمنى لكم مشاهدة طيبة، كونوا معنا. سيدة سعاد، شكرا لك لحضورك استوديو أوبين. شكرا لكم لقناة أوبين لاستضافتي. في العديد من المنصات الاجتماعية تعملين كمدربة وفي مجال التحفيز وبناء الذات، وكنت في الغربة لفترة ورجعت إلى البلاد ودخلت في هذا المجال. أولا حياة الغربة ثم العودة إلى الوطن والاستقرار فيها والدخول في هذا المجال. طبعا الغربة في حد ذاتها لها معنى معين، بالذات لما نفكر عن الغربة باتجاهها الإيجابي، أنك تمشي وتطلع وتطلع على الثقافات المختلفة وعلى اللغات المختلفة وعلى العادات المختلفة، يعني هتلاقي منه شيء إذا أنت إيجابي وتبغى تشيل الجهة هذه. فالجهة الإيجابية أنك بتلاقي حاجات كثيرة وتفهم عن مجتمع مختلف عن مجتمعك، عادات مختلفة عن عاداتك، تقاليدات مختلفة عن تقاليداتك، عنده حاجات كثيرة. وفيه طبعا سلبيات، لأنه مهما كان أنت يعني ما حتكون من نفس المجتمع، مهما أنت قلدت أو قرأت أو اثقفت، الثقافة ثقافتهم ثقافة مختلفة تماما. فيعني انت بتشيل الحاجة، يعني في شيء، اما انك انت حتاخذ جزء، اكيد ما في حاجة انت حتخليها وراء، حتاخذ الثقافة هذه وحتاخذ الايجابيات وترجع فيها بلدك وتقول انا عندي مجتمع وانا عندي عادات وتقاليدات وثقافة معينة في بلدي. فطبعا انا في صغري تربيت في السعودية، مهما كان انت ما حتكون من نفس المجتمع، يعني في شيء ما حيخلوك تعرف انه انت مو منهم، وهذا الشيء بيخلي في حياتك تعقدات افكارية، سياسية، نفسية. بتقول انا ايش، يعني ايش الحاجة اللي، يعني حتكون دائما بتتساءل سؤال ورا سؤال سؤال ورا سؤال، وهذا السؤال اصلا يعني ما له اجابة، لانه انت ما انت في بلدك في النهاية، ما انت في بلدك، وفي النهاية ما انت في نفس الثقافة اللي هي انت اهلك جو منها. يعني في سؤال، تساؤلات ما عندها نهاية، تساؤلات ما عندها إجابة. فبعده يعني بعد مرور اعوام عديدة او اعوام بسيطة في صغري، رجعنا الى البلد. يعني في حاجة انت تحسها في بلدك، في راحة انت ما تقدر توصفها، راحة نفسية، راحة اجتماعية، راحة ثقافية، يعني مهما كان البلد بلد. فبعتقد انه في فرق ما بين بلدك وبلدك الثاني. هذا كمان ما اقول لك انه مو بلدك، هو صح بلدك، يعني في النهاية تربيت منه، اترزقت منه، تعلمت منه، لقيت حاجات، يعني في اساسيات انا اخذتها في صغري ما اقدر انكر، هذا كمان بلدي، بس بلدي هو بلدي. جميل. بعد العودة والدخول في مجال التعليم ثم اختيارك لمجال التدريب الاجتماعي، كيف خاصة كيف دخلت إلى هذا المجال؟ هذا المجال يعني في ناس قلائل يعني في هذا، ومجال يحتاج إلى تحدي، كيف واجهت هذا التحدي؟ لما رجعنا البلد، طبعا احنا كمان رجعنا البلد، بس في نفس الوقت ما نعرف الثقافات الموجوده هنا، ما نعرف اللغه الموجوده هنا، يعني شيئا ما، فلازم تتاقلم، يعني تخوض في معركه ورا معركه، معركه ورا معركه، معركه ثقافيه، معركه لغويه، معركه اساسيه يعني في تعقداتك في سلوكك. فما كان سهل، بس في شيء حيساعدك اللي هو الطموح، الهدف، أنا إيش أبغى أكون؟ يعني أنا أبغى أكون برهان، أو أبغى أكون قدوة للي وراك أو للجيل الثاني.
هذا بيخليك دائما تسأل وتقرأ، ويلا بالذات لما تبدأ تقرأ وتخوض في معركة القراءة بتقول أها أنا إيش يعني. الواحد ما خلق كي يأكل ويشرب ويعيش وخلاص، لا، هو يعني في شيء، في سبب ما إنه أنت موجود في هذا الزمن، أنت موجود في هذه الأمة، أنت موجود في هذا البلد، طيب، وانت موجود من 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 فئتك، يعني في سبب ما، لانه الخالق لما يخلق كل شيء بقدره مخلوق لشيء ما، فايش هذا؟ فانت لما تبدا تسال نفسك سؤال ورا سؤال بتفعلا بتلاقي انه عندك حاجات دافع كبير من جوا، انه انا ماني موجوده هنا عشان اكل بس، لا، انا عندي ايش؟ شيء اكبر، اني اشوف حاجه واوريها للي ورايا، يعني افهم شيء وافهم اللي ورايا، او انا اشتغل واكون قدوه للي ورايا والجيل الثاني. فهذا شيء بيديك دافع ويخليك يعني تسوي بحوثاتك. بدأت أقرأ وبدأت أخذ كورسات وبدأت أمشي برا، يعني بلد بعيدة مثلا، أول بلد مشيتها قبل 15 سنة أنا مشيت ماليزيا. ليه؟ لأنهم عندهم ثقافة متشابهة شيئا ما من ثقافتنا، فمشيت وشفت الناس كيف، الناس كيف تتغير، والأجيال كيف تتغير، والجو كيف يتغير، والأفكار كيف تتغير، يعني كل شيء بيبدأ بالأفكار. فعشان كده الفكر، لو تغير الفكر أنا أتغير، لو تغير الفكر الناس اللي حواليا بيتغير، بيبداوا يتغيروا تدريجيا. يعني احنا نبغى نشوف تغير كبير، صح؟ كلنا لما نقعد مع بعض نتكلم عن التغيرات اللي حصلت والتغيرات اللي موجوده في البلد هالفلاني وفي المكان الفلاني، ليش التغيرات هذه حصلت يا ترى؟ هل في تغير جاء بيوم وليله؟ وهل في تغير جاء لبلد معين او لشعب معين؟ لا، اذا قلنا في تغير، التغير بيبدا من الفكر، من الافكار. فأنا بدأت شوية شوية تدريجيا أقرأ وأمشي أخذ دورات تدريبية في كذا بلد وفي كذا مكان، فالحمد لله يعني بديت أنجز شوية شوية، يعني بديت أعرف نفسي في البداية أنا ليش هنا، أنا إيش الحاجة اللي أقدر فعلا أتركها ورايا لما أمشي، إيش الحاجة، إيش الدافع اللي أنا موجودة فيه. يعني ما في سبب، ما في أحد موجود في الكون من غير سبب. فهذا بيخليك تخوض المعركة وتكون ناجح في مجالك المهني اللي هو التدريب. فالحمد لله يعني بداية بسيطة. جميل جدا. بما أن المجال يعني ليس شائعا في إثيوبيا، مجال التدريب الاجتماعي والتحفيز، كيف وجدت تقبل الناس وكذلك تفاعلهم مع هذه البرامج؟ والله طبعا احنا مجتمعنا شويه مجتمع مو متفتح للثقافات، الثقافات البرة بالذات الثقافه الفكريه، فهذا يعني بياخذ شويه زمن او شويه وقت لين ما الناس تتاقلم مع الجو. بس في النهايه زي ما قلت لك انا السبب، يعني انا السبب لتغير نفسي، وانا السبب اللي حجيب تغيرات ما حتوقع من احد او من برا او من مجتمعات يعني مجتمعات تيجي تغير بلدي، لا، ما في احد. فانا عشان كده وفي البدايه اقول لك شيء، يعني احتمال ما تلاقي ناس اصلا تحفزك عشان انت تمشي وتشتغل وتقول لك تعال شوف، انت تبغى تتحفز لازم تحفز نفسك، تبغى تتغير لازم تغير نفسك، يقول لك كيف المجتمع، كيف البلد، يقول لك البيئه، يقول لك. فيعني مو سهل انك انت يلا شويه شويه تدريجيا بتغير التفكير البسيط شويه شويه. فما اقول لك انه الناس اتاقلمت حتى الان، بس ان شاء الله تدريجيا الناس بدات فعلا. انا نتيجه افكاري، انا نتيجه اعمالي، حياتي، تصرفاتي، شغلي، حتى دخلي، كل شيء بيبدأ من التفكير. والتفكير هذا يعني عنده درجة لازم يتغير تدريجيا، لازم أنا أشتغل يوم بعد يوم على أفكاري وأغير أفكاري عشان الحاجات اللي جنبي والحاجات الناس اللي حواليا يتغيروا. يعني ما في أحد يتغير إلا أنت تتغير. فعشان كده شيء ما كويس، بس يبغى لنا نشتغل ونجتهد، لأنه يعني أكيد يوما ما أثيوبيا بتكون بلد كبيرة أكيد، والمجتمع أكيد بيكون مجتمع كبير، بس لازم يبدأ التغيرات البسيطة. قبل حوالي عام بدأ رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بدعوة للمغتربين وخاصة في أعياد المسلمين والمسيحيين، وأيضا قريبا هناك دعوة
تحت شعار الجيل الثاني من الإثيوبيين، وهذه دعوة مستمرة في مختلف المواسم. كيف رأيت هذا دعوة رئيس الوزراء للقدوم المغتربين لإثيوبيا والنظر إلى بلاده؟ والله هذه فكرة المفروض إحنا الشعب نفكر إنه يكون عندنا صلة ما بيننا وبين بلدنا، صلة ما بيننا وبين عاداتنا، صلة ما بيننا وبين الثقافات الأثيوبية، لأنه أثيوبيا من أقدم البلدان وعندها ثقافات يعني مختلفة من كل الجانب. فهذه فرصة بالذات للجيل الثاني اللي ما يعرف بلده. يعني في النهاية زي ما قلت لك، أنت لما تكون مغترب أو مهاجر اسمك مهاجر، اسمك هذا اسمك مهاجر. وراك يلازمك في أي مكان، في أي مكان، أي بلد. يعني إن شاء الله أنت تكون في بلد، في البلد هذيك قعدت فيها 60 70 سنة، أو أنت يعني جيل ثاني بيقولوا لك ها هذا كذا. فعشان كذا أنت بيكون جواك إيش سؤال، أنا مين؟ وبالذات لما ما تعرف نفسك، بالذات لما ما تعرف ثقافاتك، بالذات لما ما تعرف التراث اللي عندك، الحاجات الموجودة في بلدك، سؤالك بيواصل، والناس بتخليك تحس إنه أنت ما عندك بلد، وتخليك تحس إنه أنت ما عندك عادات، وتخليك تحس إنه أنت مغترب في كل الأحوال. فأنت لما تيجي بلدك وتشوف الهواء الطبيعي وتشوف الحرية الموجودة هنا، يعني حرية سبحان الله، فهذا الشيء بيحفزك عشان تخلي بلدك كمان زي بلدان الناس، يعني تخلي بلد تعرف انه انت عندك سند، انت عندك بلد، انت عندك اهل، انت عندك وبلد مو زي اي بلد. طيب، فانا اقول هنيئا لكل جيل ثاني، او حتى يعني الجيل الاول يجوا البلد. حاليا ما شاء الله في تطورات كثيره، وفي يعني انا اقول انا المشروع، انا اللي حجي اغير بلدي. الواحد لما يغترب بيكون عنده حاجات كثيرة، بيلاقي حاجات كثيرة، يكون عنده فهم مختلف، صح؟ تيجي تبغى الفهم هذاك يجي يطبق في بلدك، تعال طبقها. تبغى تشوف حاجات، يعني شوارع نظيفة، شوارع جميلة، أو تمشي أي مكان تبغى تشوف حاجة حلوة، أيوة طيب تعال، أنت عندك ثقافة، وأنت عندك علم، وأنت عندك خبرة، وأنت عندك فلوس بالمناسبة. يعني التغرب احنا ليه اغتربنا، هذا شيء ثاني اكيد اليوم ما حنتكلم عنه. بس انت لما تغترب عندك اهداف، والاهداف انه مو انت تقعد هناك، لا بالعكس، انت حتاخذ ثقافه البلد اللي مشيت فيها، وحيكون عندك علم البلد اللي مشيت فيها وتعلمت فيها، ويكون عندك خبره اللي هو اللي انت قاعد في بلد ثاني، صح؟ ويكون عندك شيء مال. فلما نقول المغتربين لازم يكون عندهم الحاجات الأربعة هذه، صح؟ يلا حياك الله في بلدك، هذه بلدك عندها حاجات طبيعة مختلفة، وطب يعني طبيعة سبحان الله الناس ما يقدروا يشتروها بفلوس. فأنا بأيد الفكرة هذه أصلا، لأنه أنا المشروع في النهاية. جميل. الآن في ما يتعلق بالتطورات العامة في البلاد، خاصة التطور في مجال السياحة، وكذلك التطور في مجال الفندقة وغيرها من المستلزمات السياحية، هذا الجيل خاصة الجيل الثاني الذي يأتي إلى هنا وغيرهم من المغتربين الآن زاد افتخارهم بالبلاد، وخاصة هناك العديد من الحدائق للزيارة، العديد من المنتجعات السياحية. هل هذا الجيل يعتبر جيل محظوظ في هذا المجال؟ أكيد طبعا، لأن أثيوبيا إحنا لما رجعنا من السعودية طبعا قبل نقول 27 سنة كذا، يعني كانت البلد سبحان الله، يعني إنك كأنك أنت نازل من الدور الـ50 لأرض، يعني كان فرق كبير. البلد ما كانت متطورة، البلد ما كانت نظيفة، البلد ما كان عندها الحاجات الموجودة حاليا، الحاجات المتوفرة حاليا، الأفكار المتوفرة حاليا. الصراحة إحنا لما رجعنا البلد كنا مغتربين برا، ولما رجعنا البلد برضو كنا مغتربين، لأنه ما كان في فهم أو تفاهم ما بين المغترب والقاعد في البلد. كانوا بيشوفونا كأننا إحنا جينا من كوكب ثاني. بس حاليا الفرص الموجودة وبالذات السياحي، الجهة السياحية ما شاء الله، يعني أنت بتشوف أحسن شيء في البلد. مو احنا المواليد،
حتى الناس اللي ما عندها أي انتماء لأثيوبيا يبغوا يجوا يشوفوا الحاجة الحلوة هذه، لأن سبحان الله التطورات إحنا عندنا أصلاً أصل السياحة، بس شوية زيادة لمسات يعني أيوه بالضبط. فالحين حالياً الجيل هذا لو يجي ويشوف البلد هذه، أنا ما أقول إلا مو محظوظ هو، يعني هو هذه هبة، فهو الواحد لازم يغتنم الفرصة هذه ويجي يشوف بلده، لأن الحاجات اللي الناس بتتكلم من برا بالذات الميديا مو الواقع الموجود في البلد. الواقع الموجود في البلد إنه أنت حياك الله في أي وقت، بلدك بلد أمك بلد أبوك، هذه بلدك في النهاية. يعني إن شاء الله تنام على الشارع ما حد يسألك أنت جاي من وين وماشي وين. فالحرية اللي أنت تلاقي فيه تلاقيها، والمكان اللي اتبنى بالذات في خلال 3 4 سنوات اللي فاتت، ناس ما يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنه برا بيفتكروا إنه أثيوبيا هذه يعني في عندها مشكلة. لا، هو إحنا ما ننكر إنه في مشاكل صح، لأنها بلد نامية، لكن أكيد ما في حاجة تيجي بيوم وليلة، ما في تطور بيجي بيوم وليلة، وما في إنجاز بيجي بيوم وليلة. لكن حالياً البيئة الموجودة والاقتصاد الموجود والسياحة الموجودة مو لأهلها، حتى للناس البرة مفتوحة، فحياكم الله. منذ مجيء الدكتور أبي أحمد إلى سدة الحكم، هناك سياسة تبنتها الحكومة وهي السياسة المرتكزة على المواطن. رأينا يعني ذهاب رئيس الوزراء إلى عدة دول عربية وإفريقية، وإرجاع السجناء بأعداد كبيرة إلى البلاد، ثم عملت وزارة المهارات والعمل بجعل الهجرة بطريقة شرعية وبطريقة قانونية. صح. كما ذكرت في البداية، الهجرة بحد ذاتها عندها إيجابيات، يعني كيف يمكن أن يستفيد الشعب من هذه الوسائل والتسهيلات التي تم تقديمها ويفيد نفسه وبلده؟ يعني هو الواحد لم زي ما قلت لك، الواحد لما يفكر يهاجر لازم يكون عنده هدف، زي ما قلت هدفه إيش؟ هدفه إنه يوم حيرجع لبلده، يعني استعداد. الاستعداد بيكون ذهنيا وحسيا وجسديا. الاستعداد إنه أنت عندك بلد، أنت عندك أهل، أنت عندك ملجأ تلجأ فيه في النهاية. فأفكارنا الحالية الموجودة، إحنا مو دائما نفكر نهاجر بطريقة غير شرعية، ويحصل حاجات مأساوية يعني، سبحان الله. فعشان كده حاليا إحنا كمجتمع لازم نتأقلم، نركز لما نسوي حاجات نسويها بطريقة صح، عشان بكرة لما نرجع كل شيء بيكون بطريقة صح. فالواحد لما يهاجر، سواء كان هاجر في على الدول الخليجية مثلا، أو هاجر للدول الأوروبية أو أيا كان، الواحد لازم يركز أنا أبغى إيش، ليش أمشي، يعني أنا ليه أمشي هذاك البلد، إيش أبغى من، يعني إيش المراد، إيش أبغى أستفيد. لو يكون عندك تركيز لما تمشي هناك، مثلا أنت تمشي كطالب، لازم تعرف أنا ماشي طالب، يعني يعني أفهم أتفقه وأشوف الحاجات المتاحة الموجودة، يعني بكذا زوايا، عشان لما أرجع بلدي أفيد نفسي وأفيد المجتمع. وإنت لما تمشي يعني كواحد كإنسان يبغى يشتغل يلاقي فرصة شغل، ما لقى فرصة شغل هنا حب يمشي هناك. لما يكون عندك هدف حتستثمر أكثر، لما يكون عندك هدف بتعرف إيش حتنجز وإيش الحاجات اللي ما لها داعي لإنجازاتك، فيعني بتكون مركز مبرمج يعني. بالضبط، يعني انت راجع صح. فعشان كده لما ترجع احسن لك ترجع بنصر. لما اقول بنصر ايش، يكون عندك فهم مختلف، اعتزاز بالنفس مختلفه، طيب اراء مختلفه زي ما قلت، وحاجات يعني بسيطه ماليا ماديا، بتكون انسان كونت نفسك من كل الجهه. لما ترجع بلدك اكيد حيكون عندك زي ما بيقولوا ايش، الأساس بالضبط. فالواحد لازم يكون عنده هدف قبل ما يمشي، ويعرف كيف يمشي، ويعرف إيش اللي عليه وإيش اللي له. لما الواحد يمشي بكذا بعشوائية، ما يعرف إيش اللي عليه ولا يعرف إيش اللي له، إيش عندي أنا.
فعشان كده لازم يركز على الطريقة الصح عشان رجعته كمان تكون صح، عشان ملجأه كمان يكون صح. جميل. كما رأينا في خاصة في الحرب الشمال وغيرها في المشاكل التي تمر فيها البلاد، كان المغتربين لهم دور كبير جدا، خاصة في مجال الإعلام والتصدي للحملات الإعلامية، وكما تعرفين حركة نومور التي كانت شائعة. هذا الشعور بالوطن، كيف يمكن تعزيز هذا الشعور، وما الذي ينبغي بصفة عامة على الشعب الإثيوبي للقيام بمسؤوليات تجاه وطني مهما كان مغترب؟ يعني الواحد يقدر يكون فعلا فرحان بنفسه وحاله لما يستقبل نفسه، أنا أثيوبية لا محالة، اتولدت برا، اتربيت برا، اتربيت بثقافة معينة، أنا أثيوبية. يعني الواحد لازم يكون هذه بلدي، هذه أرضي، هذه تربتي. يعني الواحد مهما زي ما بيقولوا مهما طارت الطيور نهايتها فين؟ الأرض، صح؟ فالواحد لازم يكون نفسه عشان ايش؟ عشان بلده. يعني احنا لازم نتكلم عن بلدنا بكل الاتجاهات، نتكلم عن الايجابيات الموجوده في البلد، نتكلم عن التغيرات اللي قاعده تحصل يوميا زي ما انت ذكرت قبل شويه، بالذات السنوات الاخيره اللي فاتت، الخمس ست سنوات اللي فاتت، البلد فعلا بتتغير كل ثانيه، مو كل يوم، كل ثانيه. في حاجات يعني زمان ما في احد كان يتكلم عن الغربه، ما كان احد يهتم بالمغتربين، ما كان عندنا مجال اصلا، ما في احد يتكلم ويجهز حاجات مجال للمغتربين. لكن الحمد لله حاليا في كذا منظمات تشتغل على المغتربين، كيف يقدروا يلاقوا احتياجاتهم الاساسيه في البلد اللي هم موجودين فيها. وفي نفس الوقت لما يرجعوا البلد، تتخيل قبل سنتين على ما اعتقد كانوا يعني شعبنا بالذات في السعوديه كانوا سجناء كثيرين، فكانت الحمله كانت كثيره، يعني كل الرؤساء او كانت كل الناس كانت موجوده عشان اي صوت واحد او اثيوبي واحد الناس كانت تتكلم يعني كله. فكان حمله يعني ما كانت سهله. قبل 10 سنوات مين كان اصلا يشتغل فيك؟ مين كان اصلا يتذكرك؟ فحاليا احنا لازم نقول الحمد لله، ويعني نقدر نعبر عن نفسنا في كل الاحوال. تتخيل العام هذا، طبعا انا كمندوبه في الدياسبورا اسوسيشن، كان عندنا تقريبا 240 انفستمنت بروبوزال بروجكت في اوروميا بس. يعني هذا من ضمن الانجازات الكبيره اللي احنا انجزناها بالمناسبه. يعني اي واحد، اي مغترب يجي بفلوسه وبعلمه وبثقافته يبغى يستثمر على بلده، الباب مفتوح. الحكومه هيئت كذا كذا اشياء للمغترب اللي يبغى يجي وينجز ويستثمر في بلده. يعني هذا انجاز كبير، انا بالنسبه لي هذا فخر. فخلينا نشوف الحاجات الايجابيه. هو ما اقول ما في صعوبات، ما اقول الحاجات كلها يعني بورود مليئه بالورود لا لا في، لكن احنا لازم نجي احنا نفسنا نجي ونشوف ونشتغل، نكون نتحمل المسؤوليه ونتحدي كل شيء. بالضبط. كلمه اخيره تريدين توجهينها بهذا المناسبه؟ والله انا اقول في النهايه، طبعا زي ما قلت لك في البدايه، احنا في النهايه احنا اثيوبيين، لازم نكون فخورين في بلدنا، لازم نكون فخورين في ارضنا، في تربتنا، في جونا، في كل شيء. الواحد لما يكون حامد لله باللي عنده، ما بيشوف الحاجات اللي ما عنده. هو احنا ايوه ما عندنا حاجات كثيره، بس برضه كمان عندنا حاجات كثيره. فخلينا نركز، خلينا نغير التركيز، خلينا نغير التركيز، خلينا نغير النظاره من العدم او من ما عندي او من ما في عندي، اللي عندي وفي انجازات كثيره. انا وانت لما نجي مع بعض حنشتغل اكثر وحننجز اكثر، وبرضه البلد بتزدهر اكثر. فخلينا نغير النافذه، نغير النظاره المنظور اللي عندنا، لانه بلدنا بلد عندها خيرات كثيره، وعندها انت وانا، لانه في النهايه البلد احنا، مو نحن. ايوه، مش الجبال، ليس صح؟ الوديان والجبال. بالضبط. فعشان كده خلينا نغير النظاره ونشوف بلدنا، نشوف الحاجات اللي عندها، عشان ايش؟ عشان ننجز
أكثر. شكرا جزيلا السيدة سعاد على هذا التوضيح في هذا الموضوع، ولقاء مجددا بك إن شاء الله. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، نشكركم أيضا لمتابعتكم هذه الحلقة، وحتى جديد اللقاء موضوع آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.